اعرض على سيادتك يا فندم التخطيط الجغرافيه للشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه. الشبكه يا فندم بتوفر خدمات الاتصالات المؤمنه على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه للدوله من خلال 2187 موقع بيتم تنفيذهم بالكامل من خلال الاطقم الفنيه الخاصه بالشبكه باجمالي عدد ساعات عمل وصل ل 7000 ساعه. المواقع يا فندم موزعه جغرافيا على 9 مناطق طبقا للكثافه السكانيه والطبيعه الجغرافيه لكل منطقه. مثال يا فندم منطقه القاهره الكبرى وهي المنطقه الاكثر كثافه سكانيه انشانا فيها 537 موقع. منطقة القاهرة الجديدة يا فندم أنشأنا فيها 78 موقع. بالنسبة يا فندم لتفاصيل الموقع، الموقع بيوفر العديد من الخدمات يا فندم زي خدمات المكالمات الصوتية المؤمنة، خدمات نقل البيانات، خدمات نقل الصورة، خدمات مجموعات تخاطب لاسلكية، خدمات انترنت الأشياء لصالح المرافق العامة زي الكهرباء والمية والغاز، خدمات التتبع الآلي. وده يا فندم بيكون من خلال برج اتصالات متناسب مع الطابع المعماري للمنطقة اللي هو منشأ فيها، بالاضافه يا فندم لمحطه ارسال واستقبال بيتم ربطها مع الشبكه من خلال شبكه الالياف الضوئيه كوسيله رئيسيه او من خلال اتجاهات ربط مايكرويف سريعه الانشاء كوسيله تبادليه. بنتابع يا فندم جوده الخدمات ومعدلات اداء الشبكه من خلال قسم تخطيط ومتابعه اداء الشبكه اللي بيقوم يا فندم على مدار الساعه بجمع كم هائل من البيانات يا فندم، وبيتم تحليلها يا فندم باستخدام الذكاء الصناعي. بنحصل يا فندم على عدد من المؤشرات الهامه زي نسبة التغطية في كل منطقة من المناطق الخاصة بالشبكة، بنقدر نعرف متوسط عدد المشتركين في كل منطقة، بالإضافة إلى معدل تداول البيانات في كل منطقة. ده فندم بيخلينا قادرين فنيا نتعامل على حدوث أي تكدس مفاجئ للمشتركين في أي منطقة من نطاق الجمهورية. وبكده فندم إحنا أنشأنا بنية تحتية للاتصالات المؤمنة، نقدر نحقق الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الاتصالات من خلال منصة رقمية للتطبيقات الحكومية. أي أوامر يا فندم؟ تمام يا فندم. مهندس احمد المصري الشبكه الوطنيه، حضرتك سيادتك يا فندم المنصه الرقميه للتطبيقات المحموله واللي بيتم تامين واستضافه كافه التطبيقات والخدمات اللي بنقدمها للقطاع الحكومي بالكامل يا فندم. هنعرض على سيادتك يا فندم خدمات السلامه العامه، وبنستخدم فيها اول حاجه يا فندم الانظمه الذكيه. ده نموذج يا فندم لعمود ذكي متعدد الاغراض بيتم تثبيته وتجهيزه داخل الميادين، وبيتم ربطه يا فندم بمراكز التحكم من خلال كاميرات المتابعه الامنيه. كمان يا فندم سيادتك جهزنا الروبوتات باستخدام خدمات الشبكه الوطنيه، وامكن فنم التحكم فيها عن بعد. بالاضافه يا فندم الى تجهيزات الافراد، ده نموذج يا فندم لنظاره ذكيه للتعرف على الوجوه بيتم فنم تجهيز الافراد به لاستخدام الحراسات الخاصه. قدمنا فنم خدمات السلامه العامه لصالح القطاع الصحي، مرافق الحيويه زي البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي. نفذنا تجربه عمليه فنم باستخدام الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في منفذ النصر بميناء بورسعيد، من خلال استخدام تطبيق متابعة الحاويات وحصرها أمكن من خلاله فندم تكوين قاعدة بيانات علشان نستخدمها في المستقبل سواء فندم في التوسعات المستقبلية من عدو. بالإضافة يا فندم إلى استخدام منظومات المراقبة الذكية على الحدود المصرية، نسقنا فندم مع محافظة جنوب سيناء علشان ننفذ إن شاء الله فندم في مدينة سانت كاترين. المنصة الرقمية للتطبيقات المحمولة فندم بيتم إنشائها داخل مباني صناعة الإنشاء سواء فندم خارج المبنى أو داخل المبنى. توسعنا فندم في الشبكة الوطنية باستخدام المواقع كصديقه للبيئه، ده موقع فنم منعزل نموذج قدام سيادتك باستخدام الطاقه الشمسيه، ومنتابع حالته بالكامل يا فندم كما هو موضح على شاشه العرض. اي اوامر يا فندم؟ اوامر يا فندم. تمام يا فندم. مقدم مهندس وليد عبد الشكور الاداره العامه لصالات الشرطه، استعرض اوجه الاستفاده من الشبكه الوطنيه الموحده يا فندم، فانه يمكن تحويل البلاغات التي تتلقاها اداره شرطه النجده الى الجهات الخدميه التي يقع في اختصاصها موضوع البلاغ. تتم الاليه يا فندم كالتالي: تتلقى يا فندم الغرف المخصصه لشرطه نجده البلاغ، تقوم بتوجيه اقرب السيارات للفحص يا فندم، تتعامل مباشره مع البلاغات الخاصه بالوزاره بمعرفتها وتحويل البلاغات الخدميه او المشتركه مع جهات خدميه اخرى الى مركز سيطره بالمحافظه والممثل به هذه الجهات مثل الاسعاف والكهرباء الى اخره من الجهات يا فندم، وكذا إمكانية مشاركة وتحويل فيديوهات البث المباشر من موقع البلاغ عقب حوكمته بإدارة شرطة نجدة يا فندم. إذا تطلب البلاغ والتعامل معه يا فندم وجود تنسيق بين هذه الجهات، يتم تحويله لمركز سيطرة موحد للاطلاع عليه بمعرفة هذه الجهات، وكل ذلك في إطار دعم التنسيق وتنظيم الجهود بموقع البلاغ يا فندم للوصول في التعامل مع الأزمة والبلاغ إلى أفضل نتائج في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وده الهدف الأسمى يا فندم للدولة المصرية وفي القلب منها وزارة الداخلية ورجال الشرطة المصرية. معروض على سيادتك يا فندم
ده بث حي يا فندم من سيارة النجدة المصطفى بالموقع يا فندم بموقع الافتتاح بغرض العرض على سيادتك والمجهزة ومعدات الشبكة الوطنية. تتيح أيضا يا فندم الشبكة الوطنية تطبيق مستقبلي وهو عبارة عن وحدة قيادة وسيطرة ميدانية يمكن استعمالها وتشغيلها في بعض المهام في المناطق التي قد تقع خارج نطاق التغطية، حيث أنه ملحق بها محطة تقوية تدعم خدمات الجيل الرابع سهلة الفك والتركيب لتمكين التواصل يا فندم بين عناصر التعامل الميداني في موقع التعامل ووحدة القيادة والسيطرة. أي أمر يا فندم؟ دكتور محمد الحمامسي هيئة الإسعاف المصرية يا فندم، استفادت هيئة الإسعاف المصرية من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من تحسين سرعة الاستجابة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين يا فندم طبقا للمعايير الدولية والعالمية. زي ما حضرتك شايف يا فندم بيجي البلاغ بوجود مريض أو مصاب إلى غرفة العمليات، تقوم غرفة العمليات بتحريك أقرب سيارة، وده اللي أصبح متاح يا فندم مع الشبكة من خلال الخرائط الحية. دي خريطة حية يا فندم من محافظة بورسعيد بتوضح تمركزات وتحركات السيارات لحظة بلحظة. أتاحت الشبكة أيضا يا فندم إمكانية البث الحي للعلامات والمؤشرات الحيوية للحالة من داخل السيارة إلى غرف العمليات لمتابعة الحالة أثناء النقل. كما يا فندم أتاحت التواصل ما بين غرف عمليات الإسعاف وغرف عمليات المستشفيات والرعاية العاجلة لتحديد المستشفى أقرب مستشفى مناسب ومتاح فيه التخصص. بكده يا فندم قدرنا نوصل للمريض بسرعة، قدرنا نتابعه أثناء عملية النقل، قدرنا ننقله لأقرب مستشفى مناسب ومتاح فيه التخصص. أتاحت الشبكة أيضا يا فندم التواصل المرئي والصوتي مع الأطقم الإسعافية، أتاحت لمتخذ القرار في حالات الطوارئ والحوادث الكبرى من تحديد حجم الدعم الطبي وحجم دعم السيارات. دي كاميرا حية يا فندم من أعلى سيارة 3150 من داخل محافظة بورسعيد. أتاحت أيضا يا فندم من خلال التطبيقات وقاعدة البيانات طبقا لمعدلات البلاغات وطبقا لمعدلات الحالات في الأماكن المختلفة إعادة توزيع انتشار سيارات الإسعاف. أي أوامر يا فندم؟ يا فندم مهندس احمد غريب من الشبكه الوطنيه، بيتم تنفيذ تجربه عمليه حيه من مدينه شرم الشيخ بمشاركه عناصر الطوارئ والمرافق الحيويه بالمحافظه. هنتابع يا فندم امكانيات مراكز السيطره والاجراءات المتخذه في التجربه اثناء المناوره يا فندم. مركز سيطره الشبكه الوطنيه بمحافظه جنوب سيناء. الاقصر نزلوا الشبكه التليفون. طلع التليفون بره. العمليات التخصصية المعنية بالتعامل بإمكانيات موزع المهام اللاسلكي المطور رسالة نصية بيتم فيها تبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المعنية بتطورات الموقف لحظيا. كمان يا فندم أقدر من خلال الخريطة الرقمية أحدد مكان عربة نقل الحدث اللي تم دفعها من المحافظة عليها إحداثيات البلاغ ومنطقة التعامل بجوار قاعة المؤتمرات. نقدر كمان يا فندم من هنا نوفر لمتخذ القرار معلومة مهمة عن مسار تحرك وأنسب مسار تحرك وصولا لمنطقة التعامل عشان نقدر نوجه الدعم في التوقيت المناسب. هنتابع يا فندم الإجراءات المنفذة ميدانيا من شرم الشيخ. سيد واحد حماية مدنية، ورد بلاغ من غرفة عمليات نجدة شرم الشيخ بوجود مصاب ومصابين ومحتجزين محيط قاعة المؤتمرات. سيد واحد مرور عمل الترتيبات اللازمة أمام سيارات الحماية المدنية. سيد واحد نجدة جاري المتابعة فيما سيادتك بالتفصيلات. المركز يا فندم بيعظم الاستفادة من الكاميرات الثابتة توفر لمتخذ القرار رؤية أشمل لمنطقة الحادث قد يكون في حوادث أخرى في نفس المنطقة، بجانب يا فندم نقل صورة مباشرة من منطقة الحدث بإمكانيات عربة نقل الحدث السابق تجهيزها بمعدات الشبكة الوطنية. وصول عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية لمنطقة التجربة. سيد واحد حماية مدنية تم الاستقبال بتمام بوصول سيارات الإنقاذ مع البلاغ وجاري استخراج كافة المصابين والمحتجزين بسيارات الإسعاف. عمليات إسعاف جنوب سيناء
ورد إليك بلاغ وجود حادث ومصابين في محيط قاعة مؤتمرات شرم الشيخ الدولي. الإفادة المبدئية بإجمال المصابين وجهت الإخلاء مشكورة. بإمكانيات الشبكة الوطنية يا فندم والأجهزة اللاسلكية اللي موجودة مع عناصرنا على الأرض بنتابع الإجراءات المتخذة. ده بتوفر سيطرة لغرف الطوارئ التخصصية تقدر توجه عناصرها في حادث الاحتياج إلى توجيه. دلوقتي يا فندم أحد المصابين بيدخل أمامنا عربة الإسعاف وفي تعامل كامل على منطقة وفد العمل زي ما احنا شايفين يا فندم من داخل عربية الإسعاف في شرم الشيخ. دي المؤشرات الحيوية للحالة اللي موجودة. البيان ده يا فندم بيتم تداوله مع غرف الطوارئ المعنية بتقديم الخدمات الطبية الحرجة في نفس الوقت مع في نفس اللحظة اللي احنا شايفينها أمام حضرتك. ده تعاون كامل يا فندم لجميع المرافق الحيوية اللي موجودة في منطقة شرم الشيخ. بكده يا فندم احنا بنقدر نحقق سيطرة كاملة ومستوياتها المختلفة بداية من مستوى العناصر الميدانية ومرورا بغرف الطوارئ التخصصية وصولا لمراكز السيطرة بمستوياتها المختلفة. جدير بالذكر هنا يا فندم ان اي في حالة ان مركز سيطرة المحافظة المعنية بالتعامل لا قدر الله حصل في اي موقف تقدر مراكز اخرى في الدولة تتدخل وبنفس الكفاءة والفعالية لادارة الموقف لحين استعادة الاوضاع. سيد واحد مرور تم الاستئذان بتمام اخلال السيارات لمكان الحادث وهدوء الحالة الكافية مع الشرطة. التكامل في استخدام التطبيقات الموجودة حاليا بكل مكون إمكانياتها المتاحة ده بيأكد يا فندم الهدف الأسمى اللي اتحقق للشبكة الوطنية للطوارئ الحفاظ على أرواح المواطنين تقديم الخدمات العامة بجودة عالية حماية الممتلكات العامة والخاصة. وهي أوامر يا فندم. تمام يا فندم. مؤمن الدسوق العشماوي والهيئة العامة للرعاية الصحية. تم تعزيز الاستفادة يا فندم من خدمات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في تنفيذ منظومتين. المنظومة الأولى يا فندم المنظومة الخاصة بالطوارئ وتكامل الدوائر الصحية مع هيئة الإسعاف المصرية لتوجيه سيارات الإسعاف للمستشفيات الأنسب والأقرب وفقا للتخصص. تم تدشين يا فندم 23 غرفة عمليات مركزية وفرعية بالمحافظات ابتداء من العاصمة الإدارية ومرورا بمحافظات المنظومة بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية. مش بس كده يا فندم، احنا تم استقبال 188,554 حالة من التدشين ابريل 2021 حتى تاريخه. المنظومة الثانية يا فندم منظومة حصر واستدامة أصول الهيئة. عشان نعزز جهود الدولة واستثماراتها في القطاع الصحي كان لازم يبقى في منظومة ذكية تحكم إحكام السيطرة والإتاحة الخاصة لمتخذ القرار لإدارة حجم الأصول. تم يا فندم حصر 142 منشأة بإجمالي أعمال 221,070 أصل طبي وغير طبي بمحافظات المنظومة. تم استخدام يا فندم المنظومة الذكية كيو آر كود كرقم قومي للأصل فيها كل بيانات الأصل الخاصة بأعمال الحصر والتكويد وكذلك أعمال الصيانة والإهلاك وكذلك الجرد يا فندم. مش بس كده، احنا يا فندم اتبعنا النظم العالمية للجودة الخاصة بالأيزو 55001 لتنفيذ وتنميط المشروع، وده اللي بيحقق يا فندم الجودة المؤسسية وبنراعي فيها البناء التنظيمي للمؤسسة وبنحقق بيها الجدول الاقتصادي للمشروع. وأيه يا أمير يا فندم؟ المشروع مرتبط طبعا بالكامل بالمحافظات اللي تم فيها تطبيق منظومه التامين الصحي، يعني الشبكه مرتبطه بكل غرف العمليات الخاصه بالست محافظات المرحله الاولى، وده بيحقق زي ما سيادتك شفنا في الاسعاف ان تبقى المستشفى مرتبطه بشكل فوري من خلال غرفه عمليات داخل كل مستشفى عشان تقدر تربط مع الحالات وهي هي تقدر تتعامل معاها، لان مش بالضروره كل مستشفى يكون فيها كل الامكانيات طبقا، يعني حاله فيها حروق بتتحرك في المستشفى اللي فيها اقسام للحروق واطباء مستعدين للحروق. وده بيوفر الفترة الزمنية اللي بيتعرض فيها أي مصاب علشان نقدر نتعامل معاه بشكل سريع. صباح الخير يا فندم. دكتور حلمي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة. احنا استفدنا من تطبيقات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتخفيف ان احنا بنخفف العبء على مرضى الحالات الحرجة اللي محتاجين رعاية مركزة او حضانات. المنظومة كان قبل كده كان لو المريض محتاج رعاية مركزة او حضانة وبيروح لمستشفى بيتوجه للمستشفى لو الخدمة مش موجودة فيها بياخد تقرير طبي واحيانا بياخد المريض نفسه وبيلف بين العديد من المستشفيات لحد ما يلاقي الخدمة وبعدين يبدأ رحلة بحث تانية عشان يوفر سيارة اسعاف لان كان لازم تكلم المستشفى اللي فيها الحالة والمستشفى اللي هيتنقل ليها المريض لانه ما كانش في ربط بين المستشفيات وبعضها ولا بين المستشفيات والاسعاف. كان توجه وزارة الصحة
ان احنا لازم المستشفيات كلها تشوف بعضها ونخف العبء على مرضى الحالات الحرجه، لان المريض ممكن يستنى على عمليه لوز او مراره لكن مش هيستنى على تدخيل سرير رعايه مركزه او حضانه. وبالتالي كان تفعيل المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ باستعمال تطبيقات الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه اللي عمل تغيير جذري في شكل المنظومه الصحيه. دلوقتي المريض بمجرد ما يدخل المستشفى بيلبس البريسلت ديه بتظهر كل المرضى في استقبال المستشفى، وبيتم مناظره الحالات كلها في غرفه مركزيه للمشروع بين المستشفيات وبعضها، والمستشفى اللي عندها الخدمه مناسبه بتقبل المستشفى، بيتم ارسال هذه التيكت للاسعاف تلقائيا ويتوجه الاسعاف لنقل المريض بدون تدخل المريض بالكامل او اهله في هذه المنظومه. في رساله قويه من الدوله للمريض بان احنا جنبك في وقت ازمتك وان احنا بنقوم بدورنا ونعزز الامان الصحي لمرضى الحالات الحرجه داخل الدوله المصريه. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. هي المحرك الرئيسي في اداره كافه انشطه قطاع البترول. عشان كده الوزاره حاليا يا فندم بتنشئ مركز قياده استراتيجي بهدف توفير منظومه بيانات رقميه متكامله بتغطي كافه انشطه قطاع البترول. سيادتك ده بس حي من وزاره البترول لاحدى شاشات مركز القياده الاستراتيجي. سيادتك جميع الكريات الموضحه دي بيتم تخزينها بشكل مباشر داخل قاعده بيانات مركزيه، وده بيدينا امكانيه استخدام تقنيات الذكاء الصناعي لتحليل البيانات والتوقع بالمشكلات والاعطال. سيادتك الشبكه الوطنيه هتساعدنا يا فندم في ان احنا نقرا بيانات من مراكز التحكم الموجود مراكز التحكم في المنظومات الصناعيه الموجوده بكافه مواقع الانتاج، كذلك ان احنا نقرا قرايات من خطوط الانابيب، وكذلك نقرا مستويات الخزانات بشكل لحظي. كذلك يا فندم الشبكه الوطنيه بتساعدنا في عمليه تامين خطوط الانابيب. كاميرات المراقبه بعيده المدى اللي بتوفرها الشبكه هتساعدنا ان احنا نراقب خطوط الانابيب ضد كافه انواع التعديات، حتى وكذلك عمليه سرقه المنتجات. كذلك في تعاون بين الوزاره وبين الشبكه الوطنيه الموحده في تطوير منظومتين داخل قطاع البترول. المنظومه الاولى هي منظومه الطوارئ والازمات، المنظومه الثانيه هي منظومه البيئه والامن الصناعي. وفي الدار ده سيادتك احنا طورنا الوزاره طورت اربع غرف رئيسيه بمناطق بورسعيد واسيوط والسويس وبرديس. المناطق دي تم ربطها كامله عن طريق الشبكه الوطنيه الموحده، وتم ربطها بغرف التحكم المركزي في المحافظات، وجرى ربطها بالغرف الرئيسيه بوزاره البترول والهيئه العامه للبترول. شكرا يا فندم. البترول والغاز تمام، وحجم الارقام اللي كانت بتوفر كنت اتمنى انك تقول ايه؟ ان احنا خلال السنين اللي فاتت المعدل الفقري معدل التعدي على خطوط السولار والكلام ده تكلفتها على الدوله المصريه ليه؟ لان احنا الكلام ده لما جينا نعمله اتحط في اطار تصور كامل. الهدف منه ان احنا نامن الدوله بجد، مش حد يعمل اجراء امال ايه؟ لا ما نحميش اولا ضد الاجراءات ده، ولو حصل نقدر نتعامل معاه بشكل لحظي بدل ما نقعد ساعات طويله جدا اول ما نكتشف المشكله فين، وايضا اول ما نتدخل لحلها. كنت اتمنى بس انك تقول لي احنا خلال سنه واحده حجم التكلفه اللي وزاره البترول يعني ان شاء الله كام؟ الطريقه دي اللي احنا بنتمنى برضه ان احنا دايما يا مع وزاره المعنيه ان احنا نطمن اللي احنا بنقول عليه ده يحقق الكفاءه والجوده اللي احنا بنستهدفها. ان شاء الله يا فندم. لان ده لو حصل احنا بنتكلم على في كلام كتير ما بنقولوش في التلفزيون كتير عشان يعني الاشرار يعني، لكن احنا بنتكلم على في ناس فاهمه اللي احنا بنقول عليه ده بتشتغل عليه. طبعا. تخش تستهدف وتاخد وساعات يحصل لا قدر الله حتى مشاكل وناس يعني مظبوط يا فندم. فالنقطه دي اللي احنا بنتكلم عليها هنا انت بتتكلم على بنيه كبيره جدا من شبكات البترول والغاز، بنتكلم على ثغرين فيها كميات ضخمه جدا بالمليارات. تمام. الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها دي شايفينها كويس وبنعملها كويس ومستعدين نتدخل لا قدر الله. ان شاء الله يا فندم.
شاء الله يا فندم. شكرا يا فندم. مهندسة سارة عبد النبي، مهندسة بالشركة القابضة لكهرباء مصر. تم التعاون مع الشبكة الوطنية في عدة مشروعات، منها مشروع أعطال وطوارئ الكهرباء. أنشأت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة 5 مراكز عمليات جاهزة للتكامل مع طوارئ الكهرباء، بالإضافة لتطوير خدمة أعطال 121 من خلال تطبيق على الموبايل. يقدر المواطن هو يحدد موقعه، يبعت مشكلته بأكثر من وسيلة اتصال ويتابع المشكلة لحين حلها. بالإضافة لمشروع العدادات الذكية، استغلينا الشبكة في أننا نبعت بيانات العدادات الذكية من خلال شرائح الاتصال المؤمنة التابعة للشبكة الوطنية على شركات التوزيع، ومنها على برنامج إدارة بيانات العدادات اللي موجود في المقر الرئيسي والتبادلي. البرنامج بيقدم عدة خدمات، منها إصدار الفواتير، الحصول على القراءات وحساب الفقد، وخدمة للمواطن من خلال الموقع الرسمي وتطبيق الموبايل. يقدر إن هو يتابع استهلاكه لحظيا ويدفع فواتيره وغيرها من الخدمات. تعاوننا مع الشبكة الوطنية أيضا في مشروع التحكمات الآلية، في تحويل 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية لتحكمات آلية. استخدمنا الشبكة في أن نبعت بيانات المحطات والموزعات والإكشاك على غرف التحكم التابعة لشركات التوزيع، بالتالي نقدر نراقب ونتابع الشبكة بشكل مستمر ويتنقل لنا أي تغيير فور حدوثه ويتم التدخل السريع وتقليل زمن انقطاع تيار الكهرباء. شكرا لحضرتك. مهندس محمود عبد الرؤوف، الهيئة القومية للأنفاق. هنعرض يا فندم التعاون ما بين الهيئة القومية للأنفاق والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمشروع المونوريل بخطي شرق النيل وغرب النيل، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر. أوجه الاستفادة من التعاون مع الشبكة الوطنية يا فندم. الشبكة الوطنية بتمكن أطقم التشغيل والصيانة بالمحطات والقطارات وعلى طول المسار من إجراء المكالمات اللاسلكية. عدد المحطات اللاسلكية يا فندم 45 محطة لاسلكية بتخدم 35 محطة ركاب على طول مسار إجمالي 98.5 كيلومتر. الشبكة الوطنية يا فندم بتضمن أمن وسلامة الركاب في حالة الطوارئ. فور إعلان حالة الطوارئ يا فندم بيقوم المسؤولين بغرفة التحكم المركزي بالتواصل مع جهات الاختصاص في الدولة زي الإسعاف والشرطة والمطافي لمتابعة الحالة، أيضا إصدار التوجيهات والتعليمات لأطقم التشغيل بالمحطات والقطارات، وأيضا الفرق الأمنية لمتابعة تأمين الركاب ومتابعة حالة الطوارئ حتى يتم الانتباه منها. ودي صورة يا فندم لمشروع المونوريل، صورة حية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يا فندم. صورة حقيقية يا فندم. مهندس أحمد الشارف، هيئة مدينة اسكندرية. هنعرض سيادتك يا فندم مخطط وزارة النقل تحويل المواني المصرية إلى مواني ذكية قدراء، بدءا بمدينة الإسكندرية، نظرا لأهميتها الاستراتيجية وأنها بتمثل 60% من واردات مصر. من خلال هذا المشروع سيتم استخدام كافة أنظمة الذكاء الصناعي الحديثة وإنترنت الأشياء، وهو ما يتطلب وجود شبكة محمول قوية وهي الشبكة الوطنية، بحيث نستفيد من إمكانياتها في توفير قوة الاتصال وسرعة الاتصال وتأمين الاتصال. من خلال هذا المشروع يا فندم إحنا بنستهدف تحقيق عدة أهداف. طبعا دي صوره حيه من احدى اهم المشاريع في مدينه اسكندريه وهو محطه تحيا مصر. من خلال هذا المشروع يا فندم احنا بنستهدف تحقيق تقليل زمن الفرج الجمركي، القضاء على تكدس البضائع والحاويات، جعل المينا صديق للبيئه، التنبؤ المسبق بالمخاطر وموقف صلاحيه اصول الهيئه، الحد من اخطاء العنصر البشري، وتحسين التصنيف العالمي والقدره على المنافسه. من خلال الاستفاده من امكانيه الشبكه الوطنيه هنقدر نتحكم في كافه دورات العمل، بدءا من تراكي السفن على الارصفه، مرورا بعمليات الشحن والتفريغ وحركه الشاحنات بالمينا، وفي نفس الوقت التحكم في العناصر البشريه من خلال غرفه التحكم مراقب عن بعد. تحت امر سيادتك يا فندم. شكرا يا فندم. مهندس محمد مصطفى، شركه مياه الاقصر. بعرض على سيادتك يا فندم منظومه متكامله لمراقبه شبكات مياه الشرب وتقليل الفقر بالتعاون مع الشبكه الوطنيه الموحده. الهدف من المنظومه يا فندم احكام السيطره على مواردنا المائيه وسرعه تحرك فرق الصيانه في حاله حدوث اي اعطال وتقليل كميه الفاقد من المياه المهدره. المنظومه يا فندم بتكون من مجموعه من المستشعرات اللي بتقيس كميات التدفق والضغوط بالشبكه، تم توزيعها في الشبكه بنقاط استراتيجيه وتم اختيارها بعنايه. المنظومه يا فندم بتبدا ترسل بياناتها عبر احدث تقنيات انترنت الاشياء اللي مش متوفر الا من خلال الشبكه الوطنيه. ويتم يا فندم تجميع البيانات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي اللي بقدر من خلاله اتعرف على مشاكل التشغيل في الشبكه والتنبؤ بالاعطال، وفي حاله حدوث اي عطل المنظومه بتبدا تديني انذار لحظي بقدر من خلاله احرك فرق الصيانه بحيث يتعاملوا مع المشكله وحلها في اسرع وقت ممكن، دون انتظار ابلاغ المواطن عبر الخط الساخن او ملاحظه فرق الصيانه المتنقله خلال الشبكه. وده فندم في المجمل بيخلينا نقلل زمن اصلاح العطل ونقلل كميه المياه المهدره ونحسن الخدمه بالنسبه للمواطن. شكرا يا فندم. تمام يا فندم. مهندس محمد عيسى عبد الرحيم، مركز تطوير أنظمة الاتصالات المتكاملة. المركز يا فندم هو المسؤول عن تطوير الأنظمة والتطبيقات ذات الطبيعة الخاصة لشبكة السلامة العامة.
ظهرت فكرة تكوين فريق عمل للبحث والتطوير يا فندم داخل الشبكة نتيجة لزيادة مطالب المستخدمين اللي ليها طبيعة خاصة. ابتدينا نخطط وندرس يا فندم ايه هي أهم معايير النجاح وأنسب أسلوب لاختيار فريق العمل وايه التأهيل اللي لازم ليه. نفذنا فندم تأهيل نظري وعملي على مدار 5 سنوات ونفذنا مشروعات مشتركة بمركز البحث والتطوير لإحدى الشركات العالمية إلى أن أصبح عندنا فندم فريق عمل مصري متكامل لتنفيذ المشروعات وإدارة المنتجات. بعض الأمثلة فندم على منتجات المركز والمعروضة قدام سيادتك: خدمة تبادل الوسائط المتعددة، ودي خدمة بديلة للتطبيقات المدنية اللي بتوفر لمستخدمين الشبكة إمكانية تبادل الرسائل والملفات والصور بطريقة سهلة ومؤمنة. وإيمن النظام فندم مع جميع النهايات الطرفية الموجودة في الشبكة سواء هواتف ذكية أو تابلت أو حاسب آلي متصل بالشبكة. نفذنا وركبنا خوادم النظام بمركز البيانات المؤمن للشبكة، وده ياخدنا فندم إن شاء الله يكون عندنا وسائل تواصل حكومية محمولة ومؤمنة. نفذنا أيضا فندم منظومة المتابعة والأرشيف الإلكتروني للجهات الحكومية اللي طلبتها بغرض تأمين مكاتباتها وترشيدا للتكلفة المالية اللي بتنتج عن استخدام دورات العمل الورقية فندم. المنتجات دي فندم تم تصميمها وتنفيذها بأيادي مصرية خالصة. نفذنا ايضا فندم نظام اداره وتامين النهايات الطرفيه كمشروع مشترك مع احدى الشركات العالميه، واللي بيهدف الى تامين مداخل ومخارج وتطبيقات النهايات الطرفيه الموجوده في الشبكه. ونتيجه تنفيذ المشروع كمشروع مشترك بنمتلك فندم رصيد مادي اجنبي في بيع وتسويق المنتج داخل وخارج الجمهوريه. وضعنا فندم رؤيه مستقبليه بانشاء مركز مشترك لانتاج وتطوير انظمه الاتصالات المتكامله بجمهوريه مصر العربيه على غرار مركز البحث والتطوير المشترك اللي نفذنا فيه مشروعاتنا فندم. وده يتم فندم عن طريق عمل شراكات مع المراكز البحثية للجامعات ومع الشركات المحلية والأجنبية، واللي نقدر من خلاله فندم ان احنا نستكمل بناء وتأهيل وتوسع فريق العمل، ونقدر نسوق المنتجات اللي تم تنفيذها داخل المركز عشان نحقق عوائد مادية تعود بالنفع على الشبكة. وده بيساهم فندم في خفض زمن تنفيذ المنتجات وترشيد التكلفة المالية. اي اوامر يا فندم؟ مهندس عمرو عبد اللطيف، الشبكة الوطنية. هعرض لسيادتك بطريقه مختصره اجراءات تامين الشبكه اللي بتتم من خلال مركز العمليات السبراني. نوضح فندم المكونات الرئيسيه للشبكه، وهي عباره عن هاتف محمول، محطه ارسال واستقبال، سنترال المحمول وانظمه التشغيل وقواعد البيانات، جهات الربط الخارجي للانترنت، شبكات مدنيه، مركز استضافه البيانات، وسط اتصال خطي ولاسلكي، ومجموعه مشغلي الشبكه. نظرا للطبيعه الخاصه للشبكه فندم، تم اتخاذ اجراءات تامينيه وهي عدم الاتصال بكل الشبكات الخارجيه زي شبكه الانترنت والشبكه المدنيه، غلق جميع مداخل ومخارج الهاتف المحمول، استخدام حوائط ناريه لحمايه المكونات الرئيسيه للشبكه، تشفير وسط الاتصال، غلق جميع مداخل ومخارج اجهزه مجموعه مشغلي الشبكه، التاكد من هويه وصلاحيات مجموعه مشغلي الشبكه. وده فندم بيتم من خلال عناصر المركز المدربه والمؤهله والحاصلين على دورات تدريبيه معتمده في مجال الامن السبراني وباستخدام احدث التكنولوجيا التامينيه. واي اوامر يا فندم؟ شكرا.